امبارح تم الإعلان رسميا عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وده هيبدأ إن شاء الله من النهاردة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي. الحقيقة إن جائزة الدولة للمبدع الصغير يعني أصبحت حدث ثقافي مهم بتشجع عدد كبير جدا من المبدعين الصغار، بيتم رعايتهم عشان يوصلوا طريق الإبداع والابتكار في مجالات مختلفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجائزة من دكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة وصباح الخير. صباح الخير دكتورة منى، صباح الخير يا دكتور محمد، وصباح الخير على الشعب المصري كله. أهلا وسهلا دكتور. خلينا نتعرف على النسخة الخامسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وإيه أبرز المجالات اللي بيتم التنافس فيها السنة دي؟ هو الحقيقة زي ما حضرتك قلتي هي جائزة محدثة، كانت الدورة الأولى ليها في 2020، وبتحظى برعاية السيد انتصار السيسي يعني بشكل مباشر. الجائزة بتعني أو بتعنى باكتشاف ورعاية المبدع الصغير. الجائزة بتشتغل على المرحلة السنية من 5 سنوات لحد 18 سنة، ومتقسمة لمرحلتين، مرحلة من 5 ل 12 والمرحلة الثانية من 12 ل 18، اللي طبعا القدرات الذهنية والعقلية والفنية للناشئ في الفترة دي مختلفة حسب الفترتين اللي أنا ذكرتهم. التقديم للجائزة بيبدأ زي بالظبط جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق في نفس الفترة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. يمكن المتسابق أو اللي بيحب يقدم يتقدم مباشرة للمجلس الأعلى للثقافة، أو يقدم من خلال الإنترنت موقع المجلس الأعلى للثقافة. وليها 3 مجالات رئيسيين. المجال الأول مجال الأدب، القصة، التأليف المسرحي، الشعر. أنا عايز بس أبين إن التأليف المسرحي حقيقة المقصود به التأليف المسرحي من الأطفال طبعا وللمتقدمين. جميل. المجال الثاني مجال الفن، في سواء الغناء أو العزف على الآلات أو ما إلى هذا. والمجال الثالث هو مجال العلوم، في فرعين، ابتكار أبلكيشن، موبايل أبلكيشن يعني تطبيق موبايل، أو ابتكار اختراع في أي مجال علمي، وبيمر بمراحل لحين إعلان النتيجة. جميل. طب دكتور أسامة، هل الجائزة مفتوحة للمصريين المقيمين بالخارج؟ يعني مش بس المبدعين الصغار الموجودين على أرض مصر، لكن لو كان في مصريين موجودين في الخارج من حقهم كمان يتقدموا؟ طبعا يا فندم، هو المقصود بها النشء المصري سواء داخل مصر أو من خارجها، وبيقدر يقدم زي ما أنا قلت من خلال الإنترنت، وبيبقى ليه من خلال موقع المجلس الأعلى للثقافة، يعني يدخل الموقع الخاص بيه وبيملى البيانات وبيقدم بيعرف من خلاله كيفية التقديم وإرسال العمل الخاص بيه. آخر موعد للتقديم إمتى يا فندم؟ بنهاية السنة ب 30 ديسمبر، وبعد كده بتبدأ بقى مسألة التحكيم وما إلى هذا. اللي شارك قبل كده يقدر يشارك تاني ولا خلاص هو شارك مرة واحدة؟ ولو كان من الفائزين هل برضو يقدر يشارك ولا لأ؟ ده سؤال جميل جدا دكتور منى. التكافؤ الفرص في من ضمن المعايير في التقدم، إن لم يكن يعني ما يكونش سبق ليه الفوز الجائزة دي في نفس المرحلة السنية بتاعته، يعني لو فاز بيها في المرحلة الأولى من 5 ل 12 خلاص ما يقدرش يقدم تاني، لكن يقدر لما يكبر يقدم في المرحلة الثانية عادي جدا، لأنه يعتبر هو راح عمل شيفتنج أو راح لمرحلة ثانية مختلفة عن المرحلة الأولى. طب دكتور أسامة، فيما يتعلق بمراحل التحكيم الخاصة، إزاي بيتم تحكيم الفروع الخاصة بجائزة المبدع الصغير؟ الحقيقة طبعا في لجان تحكيم متخصصة من أساس الجامعات والفنانين والمبدعين من خارج المجلس على الثقافة، بتبدأ المرحلة الأولانية مرحلة فرز الأعمال وبنشوف مدى جدية إنها تشترك من عدمه، وبعد كده المرحلة الثانية مرحلة التقييم الفعلي، يعني مثلا لو في واحد مقدم في مجال الغناء فبيجي وبيقابل اللجنة وبيأدي، واللجنة بتدي له درجة، وبعد كده الدرجات دي بتتجمع وبتتصفح وبيبان فيها يعني ترتيبه كان أول أو ثاني أو ثالث. لأن احنا عندنا هي الجائزة مش جائزة واحدة، هم 32 جائزة بالإجمالي في العدد. وعايز أقول حاجة تاني، هو الغرض
الأساسي هو اكتشاف المبدعين، والغرض الثاني هو رعاية المبدعين. طبعا يعني اللي بيفوزوا بالجائزة دي مش مجرد بيبقى حافز نفسي ومعنوي لي انه فاز، ولكن بيبقى لي الأولوية بالمشاركة بالأنشطة والمسابقات والرعاية من جهات وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة بصفته فائز في هذه الجائزة، لأن المبدع الصغير اليوم يمكن غدا أن يكون مخترع كبير. طبعا. طيب احنا بنعمل ايه بقى عشان نقدر نواصل الدعم ده؟ بنقدر نديهم دورات تدريبية، بنقدر نديهم منح، بنقدر نديهم حتى ولو استثناءات للمشاركة في مسابقات دولية من الحضور مثلا في المدرسة، انهم يقدروا يعملوا تنسيق للحضور هذه المسابقات الدولية. ايه اللي نقدر ندعم بيه مبدع صغير ونقدر نحفز عنده ان هو يبقى متعود ويبقى ده جزء من روتينه وان هو يشتغل على نفسه؟ الحقيقة هو كل اللي حضرتك قلتيه فعلا، بالإضافة أن احنا بنسعى دلوقتي أن ليس استثناءه في مرحلة التعليم، ولكن زي ما يكون في حافز أو في بالفعل حافز رياضي يكون في حافز ثقافي بيبقى ليه الأولوية. في احنا طبعا في أنشطة كتيرة جدا وفي مسابقات كتير جدا بتتم في قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بيبقى ليه أولوية في التقديم، وفي نفس الوقت بيتم رعاية الموهبة ذاتها. يعني على سبيل المثال مثلا في الاوركسترا في دار الاوبرا بيبقى ليه الاولويه، اي دورات بتتعمل مثلا في قصور الثقافه في قطاع الفنون التشكيليه، مسابقات في الرسم او في الابداع بيبقى ليه الاولويه، لانه بيبقى يعني حاصل على كفاءه وكارنيه بيثبت دوت، وبيبقى في القوائم عندنا. احنا عندنا في المجلس الاعلى للثقافه في برضه دورات وفي مسابقات تتم للنشر، بيبقى هو ليه الاولويه فيها، يعني بيبقى ابن الوزاره زي ما بنقول كده ببساطه اذا حبينا نبسطها يعني. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور اسامه طلعت، الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، شكرا جزيلا.